الفرج لا يأتي والإهمال سيد الموقف. طبعا أنا عارفة أنه هيطلع فرج وسيد هما اللي عندهم المشكلة كالعادة. المستشفى دي بتخدم أكتر من 600,000 نسمة في المركز، ده عدد أو تعداد السكان الموجودين في هذا المركز، ما فيهاش إلا 166 سرير بس. طبعا ده كلام غريب. الأطباء هناك لما اتكلمنا معاهم، الناس اللي لسه عايزة تشتغل يعني، بيحلموا بس بجهاز أشعة مقطعية لو حد جه في حادثة لا قدر الله ولا غيره، عايزين يعرفوا بس هو العطل فيه فين عشان يبتدوا يعالجوه، عشان ما يشخصوش غلط وبالتالي يؤدي لوفاته. ومحتاجين كمان بنك دم داخل المستشفى، مباني أشبه بالعشوائيات زي ما حضراتكم شايفين يعني، وملابس منشورة على حبال غسيل وسط الطريق، معرفش ده ايه، نشاط اجتماعي ولا ايه، كأنها مساكن الأولى بالرعاية. والمواطنين بيقولوا البعض ايه وهم داخلين يعني، كنا سمعنا جملة كده حتى رصدها لنا المراسل، تعالوا ندخل الخرابة دي لحسن يمكن نلاقي فيها حاجة تنفعنا. ادي الست كل المفروض تقعد على راسنا من فوق مش تقعد على الأرض، يعني كرسي بلاستيك هيكلفكوا ايه، ولا حتى دكة خشب اي حاجة، بس عيب الست تقعد على الأرض. يعني هي لو والدتك يا سيادة المسؤول أيا ما كنت أنت مين بقى، هترضى أنها تقعد على الأرض كده هو دي تقعد على راسك من فوق؟ على فكرة مرتبك أنت بتاخده منها ومن غيرها، مرتبك يا سيادة المسؤول أنت بتاخده من المواطنين لأنك بتشتغل عندهم، أنت مسؤول عنهم وهتتسأل عنهم يوم القيامة. آدي حال مستشفى بني مزار اللي بتخدم أكتر من 600,000 مواطن في مركز بني مزار.